لحقت وين قلت ستوب خلاص، وحلفت ما نزيدش نهضر معاها لا في التليفون ولا نروح لها. نهار اللي كانت دير لي في شونتاج، باسكو انا كي رحت ليها ما كانتش تعرف زعما الحاله تاعي بيان اي تو، ما كانتش مليحه معايا بزاف. مي ابري افيك لو طون كي كنت نهضر معاها وعرفت لا سيتوياسيون تاعي بلي شفت بلي الله يبارك عندك مدخول فوالا تما كولات تقول لي واش رايك تعاودي تولي تجي تعيشي عندي ونعاود ندير لك الاسم، نعاود انا نعطيك اسمي جو سي با يعني خلوطه. كانت تقول لي عاودي روحي عندي باسكو هي كان دارت لي ديجا تعهد، انا في السبيطار كاين تعهد بلي انا هي اللي ولدتني، دونك قالت لي عاودي ولي عندي عيشي عندي وتولي من داك تروحي لداركم. قالت لي هكا نبقى نهضر معك بصح وشنو الا ما عاودتيش وليتي عندي سي بون ما كان اوكان كونتاكت بينك. وشنو السبب؟ سبب مادي؟ سبب مادي فوالا، على جال كانت حابه دراهم تاعك. فوالا كانت حابه دراهم مالغري كو انايا بلا هذيك كنت حنعاونها باسكو تبقى هي شغل هي اللي جابتني لهاد الدنيا. انا بلا ما تقول لي هي ولا انا اصلا كنت حنعاونها، ما حسيتها باللي شغل استغلت الفتره تاع الضعف تاعي اللي كنت انا ضعيفه فيها، كنت نخمم كنت فرحانه شويه كي لقيت لا ماما بيولوجيك مالغري كو ما كانش عاجبني بزاف الحال على ردة الفعل تاعها. شغل استغلت الفترة تاع الضعف تاعي كي شافتني انا نحبها بزاف وشافت بلي عندي 4 سنين ما امنتيش انك تلاقيتي بها، ما امنتش بلي لقيتها.